نفت صحيفة العربي الجديد الصادرة في لندن اتهام وكيل وزارة الإعلام الفلسطينية الدكتور محمد خليفة بنشرها تقريرا مسيئا لدولة فلسطين وأجهزتها الأمنية. اعتبرت الصحيفة إقدام قوة أمنية فلسطينية على إغلاق مكتبها في رام الله بمثابة استهداف لعملها الإعلامي الذي قد تراه جهات نافذة في السلطة الوطنية الفلسطينية مغايرا لمنظورها وحساباتها. وأكدت العربي الجديد أنها في طليعة المدافعين عن فلسطين أرضا وشعبا وحقا في مواجهة الاحتلال وجرائمه، وفي التصدي بالكلمة والموقف لكل مظاهر التسلط وتكميم الأفواه والفساد من أي طرف كان. وأضافت الصحيفة أنها لا ترى مقالا تعتبره وزارة الإعلام مسيئا سببا كافيا لإغلاق مكتبها. نستوضح أكثر ومعنا عبر الهاتف بشير البكر نائب رئيس تحرير جريدة العربي الجديد. بشكل مقتضب سيد بشير، كيف ترى دوافع وحيثيات قرار إغلاق مكتب الصحيفة في رام الله وكيف سيكون الرد؟ نحن نعتبر الخطوة موجهة مباشرة ضد حرية التعبير وحرية الصحافة، واستهداف سياسي بما يمثله العربي الجديد من قيم وخيارات ورهانات، هذا بشكل مختصر جدا. نحن في الحقيقة لم نضع في برنامجنا ولا في أي يوم من الأيام التهجم على السلطة الفلسطينية أو توجيه أي إساءة لها. هناك تقرير عادي إخباري قريب من مقال الرأي عن وضع السجون الفلسطينية، فكان الرد في الحقيقة رد عصبي وسريع بدون أي نقاش معنا، في حين أنه إحنا يعني كافة عملنا بالفترة الماضية كان عمل محاولة دعم المشروع الوطني الفلسطيني، ونحن حقيقة ما نبعد عن هذا المشروع. نحن ترى نفسنا في العربي الجديد جزء من هذا المشروع الوطني الفلسطيني. نعم، شكرا جزيلا على هذا التوضيح أستاذ بشير البكر نائب رئيس تحرير جريدة العربي الجديد.